عليكم، مساء الخير، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم ديروا شلال من هذو اليوم بنا. ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم هيا في فيديو جديد. هذا هو اول فيديو في داري بعد السفر. كنت غايبه عليها شهر تقريبا، شهر قد المهم ما حبيتش، كنت عيانه بزاف، مي رقدت يعني الحمد لله رقدت. وقلت نوض يعني نستغل الوقت هكذا شويه، لانه ما عنديش بزاف باش نقعد هنايا، ما عنديش مده كبيره اللي احنا نقعدها هنايا، فنستغل الوقت يعني مشي غنديها رقد رقد رقد. نوض ريحت شويه، نوض من بعد قلت علاش ما نديرش ندير لهم شكيكه، لانه يحبوا الموسكوتشو تاعي، فقلت ندير لهم موسكوتشو هكا صغيره، ماشي صغيره، نورمال يعني مسكوتشو يشربوا بها لاتاي. وثاني فوت وقت كيف كيف الحشيه، ثاني يعني خارجه عندي حوايج هنايا، بالك نروح الريزيرفي في القطار، ماشي اليوم يعني اللي نروح، مي الريزيرفي قبلها بثلاث ايام ولا، باش يكون عندي، باش نلقى البلايص، فهمتوا؟ باش نلقى البلاصه. المهم دوكا ندير كيكات، وحشتهم بزاف 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 بزاف، والله العظيم توحشتهم. يعني عشرة راي عشرة دوكا ثلاث سنين ما فارقتهمش خلاص، هي عندي زواج ربع سنين، مي عشرة تاع ثلاث سنين ما فارقتهمش خلاص، ويلفوني بلا فرحوا بزاف 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 بزاف. من نحكي لكم شوفوا سلفتي تصدمت، دخلت على الباب لقيتها واقفه في نص لا شومبر تاعها. شوف كي شافني دير لها، ومن بعد انا نقدم لها وهي تولي لاور تولي شغل، خافت ولا ما عرفتش، جاتها صدمه، جاتها شوك. المهم دوكا نديرو الكيكه، انا راح ندير الكيكه هذه تاع الحليب الساخن، كنت درتها شاركتها معكم من قبل، عندي وقيله يا حسره من الشتا اللي فات ما نعاودها لكم. هنا عندي زوج بيضات، انا لقيت عندي الفريجيدار فارغه ما فيها والو، شي تغلى البيض وعطاوني يعني سكر وزيت. المهم عندي صوتي راه شويه مبحوح، معليش ما ديروش عليا الهواء تاع الطياره. عندي زوج بيضات، عندي كاس غربة تاع السكر، عندي ربع كاس تاع الزيت، نزيد نكتب لكم المقادير باش تحفظوهم. عندي كاس تاع الفرينة، وعندي وحده تاع فانيليا، وعندي مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، مغرفه صغيره. وعندي الخطوه تاع الحليب اللي نديرو نص كاس حليب ونزيدو له ثلاث مغارف تاع زبده، تكون هاي زبده كيما هذه ماشي ذايبه ولا نورمال، ثلاث مغارف انا جبتها شويه باش نقدر نهز بالمغرفه، كانت في الفريجيدار كانت جامده بزاف. ثلاث مغارف نزيدو لها، مي دوك نوريكم الخطوات الاول باش تزيدو هذاك الحليب والزبده، يعني خليهم هما الاخرين. دوك اول حاجه نضربوا البيض مع السكر، تحبوا ديروا بالمضرب اليدوي، تحبوا ديروا بالباتر. هنا كاول خطوه البنات، المهم حطيت هنايا زوج تاع البيضات، حطيت معاهم واحده تاع لافاني، وكانت عندي لافاني سائله نسيتها، رحت شريت هذيك لافاني تاع ساشي حتى نخلص، وباش تفكرت باللي عندي. المهم انا ضربتهم بالباتر، قلت نضربهم بالباتر، تحبوا نتوما ثاني ديروهم بيديكم عادي جدا، بالنسبه لي ما عندهمش الباتر. زدت لها السكر وضربتهم مليح، خليت حتى الخليط هذاك تاعكم يطلع مليح ويبيض، ومن بعد نوليو نضيفوا لها هذا الزيت، نكملوا ثاني نخلطوا. وشعلت ثاني بالنسبه للكويزينير، كنت شعلتها قبل باش لازم تكون سخونه بزاف، اي موسكوتشو راح نديروها ولا اخي طبعا لازم، راكم عارفين باللي لازم يكون الفرشه على من قبل، لازم تكون درجه الحراره تاعو مليحه ويكون سخون هكذا باش الكيكه تاعكم تكون ناجحه، كيكه ولا موسكوتشو ولا كيف كيف، انني وليت منو منها. ومن بعد اللي زدت الفرينه، بالنسبه للفرينه انا نحب نغربلها باش ما يكونوش كاينين فيها هذوك الحبيبات ولا، ولازم يعني الواحد هكا يغربلها خير. ونزيد عليها مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، مغرفه صغيره ماشي ساشي ولا، راهي غير مغرفه صغيره، ودوك تشوفوا يعني المسكوتشو تاعكم راهي تنجح وتجي طالعه وما يخصها والو، ما تغركمش هذيك المغرفه تقولوا راهي ما تطلع ما والو. بعد ما ضربتهم مليح وليت تحسوا هذاك الخليط راه شويه ثقيل، من بعد كي تولي وتزيدوا له هذا الحليب السخون هذا تقريبا نص كاس، وصلوا ثلاث مغارف تاع زبده، حركتهم مليح مع الحليب، يكون لازم مغلي سخون كي تحطوا فيه الزبده، كم تعرفوا تشوفوا باللي يذوب تولي وتضيفوه، راه يولي الخليط تاعكم كشغل جاري بزاف، ما تخافوش منه، هذاك هو الخليط الناجح يجي، يجي شوفوا كيفاش يجي. ها
هكذا واستعملوا. انا استعملت هذا القالب، ثم استعملوا اي قالب عندكم. هذا القالب يخرجوا بزاف مليح ويخرج شكله مليح. اذا كان ما عندكمش كيما هذا عادي، انا بالنسبه لهذا تاعي راه لازم نقص للغاز ويطيب عقله. بعد ما طابت كنت هبطت طول، لقيت جوستي هذاك وين جات كانت برا راحت قاعده طول، قلت لها شويه اذا مقلبه شويه لانه البارح جبت حوايجي. جيت دوكا اول حاجه نحوس على الكريم تاعي والغاسول باش كون راه على بالكم الدنيا تخلطت. كريم تاعي والغاسول، شوف واش نهي عندنا اليوم ورا الغاسول. هذا المرطب تاعي، شوفوا الغاسول، شوفوا هذا الغاسول تاعي اللي نغسل به وجهي، وهذا المرطب ها المهم نغسل به وجهي. كملت غسلت وجهي بالغاسول ودرت الكريم. المهم راح نلبس هذا لاغوب، راح ندير معاها هذا الخمار، شوفوا جايه كفلي فلوغ هيا وناكلهم بعد نولي نخرج. اول فلوق بعد السفر، بعد سفر بعد ما رجعت لداري. المهم توحشت كنصور لي فلوق في داري. اول حاجه انا في العشيه تقريبا عندنا دوكا هي 6 تاع العشيه، المهم صباح فوت نورمال. والعشيه دوكا كانت صباح ثاني دارت عجوزي هذاك الفيش اللي كان ديرته في العيد الصغير، المهم عاود دايرته للعيد الكبير ان شاء الله، لانه تقريبا ما قيلو اكثر من اقل من 5 ايام هكذاك. المهم هي وجداتو للعيد، تعاوننا هكا وضحكه ولعبه وما صورتش يعني. ودوكا العشيه لبست حوايجي، لبست هاد لاغوب جايه خفيفه، شوفوا خفيفه ظريفه. المهم دوكا راني خارجه عندي شويه حوايج نخرج نحوس شويه، عندي حوايج شويه نقضيهم، وثاني خارجه بس نحوس شويه كندور شويه في اسيوط. توحشت اسيوط، روح نشرب ثاني عصير قصب، توحشت عصير القصب، ونصور لكم فلوق اليوم. وهنا لبست حوايجي كملت وهبطت لتحت. كنا خارجين لقيت ديجا جوسي طيبت هذه البطه، وكان يعني العشاء مازال ما طابش كامل هذه البطه، شوفوا كيفاش طابت، وكانوا مازالوا ما تلموش اصلا باش نقعدوا نتعشاو. سمحت انا خرجت ورجعت لقيتهم هذاك هو وين اللي روحوا لي كانوا برا، وهذوك تجمعنا كامل. هذا هو اللي كانت دايرته الفيش هذا للعيد، وكانت سلفتي قطعته شوي شوي بعد يحمص. وراني كنت شاركت معكم قبل الفيديوهات اللي كانوا في العيد الصغير، فاني كانت دارت منه كنت عاونتها فيه، كنا يعني شاركنا ذوكم الايام اللي فوتناهم. احلى ايام يعني الواحد يحس بطعم العيد مع العائلة. ربي يدومها ان شاء الله علينا وعليكم. هنا خرجنا رحنا طول السوبر ماركت، كان محمد باغي يشري شويه حوايج، وانا جيت طول ندي هذه الموت على اسمها فريسكا قفريت هكا يجيب شوكولا نحبو، فجيت ديت منو زوج، قلت خلي ناكل هذوك الحوايج اللي ما كانش في الجزائر وكنت نحبهم في مصر، ملي كي جيت نولي ناكل منهم. جا هو الاول من يشوف حاجه هكا كنت نحبها ولا يقول لي ها يديها باش كي تعاودي تسافري ما تسخفيش عليها، ديها باش كي تعاودي تسافري ما تسخفيش عليها. يعني هو الاول اللي يشجع فيا دي هذه الحاجه كي تحبيها دي هذه الحاجه. وبعد ما خرجنا وليت شريت هنا لاكريم، هنا شريت اخترت ناكل شوكولا، اخترت ناكل القارص، انا نحب القارص يكون هكا حامض شويه. ومن بعد ولينا هبطنا هنا قدامنا في قدام النيل، قلنا خلينا نقعدوا شويه في الهواء، توحشت هذا الجو هذا. كنا في الصيف دائما نخرجوا نقعدوا هنايا، قعدنا هنا في الطابله، محمود كان طلب شاي وجبنا معنا ثاني الكوكا، وقعدنا كذا ريحنا شويه ربحنا شويه مع وقت كيف كيف، حكينا شويه. خليك لي ليا بالي ونطير معك في لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي ليا بالي ونطير معك في لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. الفريسكا اللي هي بتحبها هي جابت اثنين، انا اخذت منها واحده واحتمال اكل الثانيه يعني. فكرة تقول لك انا تعبانة وبتكح وتاكل ايس كريم، سبحان الله حاجات غريبة. عشان انت تاكل ايس كريم يعني هشرب البيبسي دي. هتشرب ساعة. هشربها انت خلاص كلت ايس كريم.
انا اخذت دي من هنا. شكرا على القزازة. تاعي. خليك لي يا بالي ونطير معك لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا بالي ونطير معك لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. دخلنا هنا للمول، جيت باش نشوف، يعني ما جيتش باش نشري، اما جيت الاماكن اللي نحبها، ثم جيت نضرب على دورة. الحمد لله نشوف في حوايج الاولاد، مانيش احنا شري، جيت فقط نضرب دورة نشوف الجديدة هذا المكان اللي هنايا. عباك هذا المول نحبه بزاف، فقلت نضرب عليه دورة قبل ما نولي. كاني جاية تاع البحر هاي. كنا حوسنا شوية في المار، قلت لكم ما شرينا والو، فقط راح محمود شرا حوايج كانوا خاصينو منا في حوايج تاع الرجال هذا، وانا قعدت هكا نحوس شوية، نحب كي نروح نبقى نتفرج شوية في الحوايج. بعد ولينا روحنا، يعني ما طولناش، قضينا صوالحنا، كانوا عندنا شوية حوايج برا قضيناهم وروحنا. هنا وجدنا العشاء، كانوا دايرين هذه الشربة تاع البط اللي يديروا فيها الباط، وكان كاين الروز هذا الابيض، هذا الروز لازم وهذيك الباميه، ترافقوا الباميه وهذا ابويا كي راكم تشوفوا فيه. عافاكم حسيتوا شويه هكذا كي مرض الدار. المهم وصلت، وصلنا للدار، قعدت شويه سهرت لتحت، عندهم واحد الجو تاع سخانه يعني شويه تقريبا في النهار ما نحسلهاش بزاف، تقريبا تجيني كيما تاع الجزائر شويه عاليه عليها، بصح يعني ما نحسلهاش بزاف، ماشي كيما الليل، الليل كارثه. عباكم الليله اللي جيت فيها هنايا رقدت في الليل، قلت خليني نشعل المروحه بركه، قلت ما جاش كليماتيزور الجو مليح. بعد انا رقدت ونط نلقى ديجا العرق العرق العرق، اضطريت نطل شعلت كليماتيزور، ديجا الهواء ضربني الهواء تاع الطياره بزيد. زدت ديت هواء، وليت نكره السفر غير من 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 الهواء هذا تاع الطياره اللي ندي، ولا غير مرض وصورتو كحه، كتلتني توجعني هنا شغل في صدري توجع. المهم هذيا قلت لكم كملت سهرت شويه، كملت سهرت معاهم، وبقى لي تقريبا يومين ونهبط للقاهره هكذا، واحد اليومين يعني انا جيت قلت لكم غير سمانه فقط، يومين ونروح للقاهره، نروح للقاهره ان شاء الله، هذاك هو نزيد نقعد تما يومين ومن بعد ان شاء الله نولي نروح ان شاء الله. المشروع اللي راح نديره هنايا ونقول لكم عليه ان شاء الله. هذه هي ابويا راه ريح شويه، يعني ارتاح شويه احسن من قبل، دا واحد الضربه تاع لا غريب واعره، قال لي ديت ضربه حكمته الفريش مسكين. المهم هذه هي، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، البيت تفحشتوني في داري، تفحشتوا بشيخي ديما يسقسيوني علاش زين ما تصوريش مع بيتش، علاش ما تعيطي لهمش، علاش نتاني نتواصل معاهم مي ما نصورش، فقط يعني ما كي نكون نحكي معاهم ولا ما تجيش فرصه تاع التصوير، ولا كي يكونوا يحكوا معايا يعني ما نقولش لعجوزتي روحي لبسي خيمر باش نجي نصورك، ولا سما نورمال نحكي ثاني هكذاك عادي، مي ما تجيش فقط فرصه تاع التصوير. هذا مكان هاني جيت وشفتهم، شتو كيرد المطر مفتوح، في اي دقيقه تدخلوا في اي دقيقه تخرجوا، هذه هي السهله سبحان الله. نهار كان المطر مقفول شكنت نبكي، كانت شغل الدنيا مسكره، مي دوكا كان مفتوح تدخلي وتخرجي على المطر كيما تبغي وكيما تحبي. المهم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم، سلامه.